ده كده بقى يعني تعالوا ننتقل الى نتائج المجموعه الرابعه، المجموعه برضو اللي بقت ملتهبه جدا جدا، يعني دمياط والشرقيه كتف بكتف. القناه بيفوز على الرباط 3-2، ودمياط بيفوز على بورفؤاد 1-0، والمريخ بيتعادل سلبيا مع بصوير 0-0، والشهداء بيخسر على ملعبه من منتخب السويس 2-0، والشرقيه بيفوز 3-0 على الزرقاء. بالنسبه كابتن رمضان، بالنسبه سريعا كده للنتائج، يعني ايه اللي لفت نظرك؟ يعني النتائج الحقيقه، القناه ورباط 3-2، قناه دمياط 1-0 مع بور فؤاد، المريخ 0-0 مع ابو سوير، الشهداء الحقيقه 0-2 مع منتخب السويس، الشرقيه 3-0. طبعا الشرقيه الحقيقه ماشيين بخطوات طبعا كبيره جدا نحو ان هم يحققوا هدفهم السنه دي هم ودمياط، واعتقد في فرصه كبيره جدا ليهم. بقت يمكن احنا قلنا المجموعه الحقيقه اللي فاتت، قلنا المنافسه تبقى منحصره في ثلاث فرق، لا المنافسه الحقيقه في المجموعه دي، المجموعه الرابعه، منحصره في فرقتين بس، دمياط والشرقيه، واعتقد ان هم الاقرب ان واحد فيهم ان هو يحجز تذكره الصعود للترقي ان شاء الله. الشرقيه بيقصوا على الزرقاء بالثلاثه، ايمن المزين ما عندوش رحمه في الشرقيه، بيفوز وبيأكد فوزه. كابتن طه، النتائج كلها بتاعت المجموعه تقريبا متوقعه وشبه طبيعيه. طبعا زي ما قال الكابتن النجم كابتن رمضان، الفرقتين اللي في الاول اللي بينافسوا في الاول هيكملوا تقريبا، يعني فاضل 3 مباريات تقريبا الموضوع هيبقى محصور ما بينهم هما الاثنين. الشرقيه وكيف فاز بالثلاثه على الزرقاء؟ رضا السنباطي كان هناك رصد لنا المباراه وجاب لنا التقرير التالي. الى الكرات الطوليه، الى الكره الانجليزيه القديمه، خلاص ما بقتش معتاده في ملاعبنا. هنا الانطلاقه، ادي الانطلاقه لفريق الشرقيه على حدود ال 18، عرضيه، جول 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 جول، هدف اول. الاستاد ولع، هدف اول للشرقيه، ياسر ابراهيم رقم 20، معلم يا ياسر. كان فيها فن واحساس، استطاع ان يضع الهدف الاول ويفرح جماهير الشرقيه احفاد عرابي بهدف اول. ادي العرضيه على طول عند فاروق نور الدين، خطيره مع دي، اوبا، وده الهدف الثاني معه تحلو الاماني، هدف ثاني اليوم وعريس اليوم ياسر ابراهيم، الله عليك ولد. فرقات 38 نقطه، تمشي الكره ثاني، حازم شعيب، فرج كمال، هجمة المرتدة السريعة فيها خطورة، الثالث ولا ايه؟ انطلاقة واختراقة، هل ستحقق الشرقية الاستفاقة؟ فاروها يروق كل الجماهير، فاروها عملوها، سجلوها في المرمى، احرزوها، الثالث خلي بالك منه. الحمد لله رب العالمين على 3 بونت اهم حاجة، واحنا دلوقتي بننافس بقوة جدا على صعود باذن الله للترقي، وباذن الله نوعد جماهير الشرقية ربنا يكرمنا كده ويحالفنا الحظ ونفرحهم ونصعد للدوري الممتاز باذن الله. احب اشكر جمهور نادي الشرقيه، الجهاز الفني، اداره، ناس كلها محترمين، الحمد لله على 3 بونت، لسه في كمان 3 ماتشات. ما نبصش لدمياط، انا ما نبصش لدمياط، احنا نبص لنفسنا بس، نكسب والباقي على ربنا. الحمد لله، طبعا احنا في مرحله صعبه بنفنش الدوري، فلازم طبعا كل اللعيبه اجتهدت النهارده، وبنحاول ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا في الفتره اللي جايه، وان شاء الله دمياط تتعطل في الماتش كده، وان شاء الله نكسب باذن الله. رغم فوز منتخب السويس بقياده الخلوق كابتن خالد جلال، الا ان دمياط مش ناوي ان يتنازل عن القمه بقياده الكابتن احمد الكاس، والنشيط جدا جدا رئيس النادي الدؤوب كابتن او الاستاذ محمد ابو جنبه. كابتن رمضان، دمياط ناوي ولا؟ اعتقد دمياط عنده فرقه كويسه قوي، مجمعين فرقه كويسه قوي، عاملين تكوين من اول الموسم، اعتقد بيلعبوا على صعود، في امكانيات تواجدت السنه دي، ويمكن اول سنه من 20 سنه مثلا يتواجد امكانيات الحياه ماديه، وفي مسانده كبيره جدا من مجلس اداره، في طبعا من المحافظ، ومسانده شعبيه الحقيقه، طبعا في اداره فنيه للكابتن احمد الكاس الحقيقه. فزي ما قلت، هي المنافسه الحقيقه اتحصرت خلاص ما بين دمياط والشرقيه، ويمكن برضك هتحسم في اخر مباراه. تعالوا نشوف دمياط كيف فاز بهدف في راس البر، ونرجع لكم مره ثانيه. دخلت 18،
كابتن احمد الكاسل مدير الفني لنادي دمياط، الف مبروك الفوز النهارده. الحمد لله رب العالمين، مكسب صعب ومكسب مهم قوي في مشوارنا يعني. تقييمك للمباراه واداء اللعيبه النهارده؟ انا سعيد جدا بلعيبتي، ومش بالنهارده بس، انا سعيد بلعيبتي من ساعه ما مسكت الفرقه، من ساعه ما تعاملت معاهم. مباراه صعبه ومباراه مهمه قوي في مشوارنا. المباراه اللي جايه طبعا اصعب كمان، لان خلاص هو فضلت 3 مباريات. ما فيش لغايه وقتنا ان حد يقدر يجزم ان هو وصل او الكلام ده كله، غير مع اخر صفاره. مشوار صعب، لكن ان شاء الله باذن الله احنا كلنا عزيمه واصرار بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم باللعيبه ان احنا نستعيد امجاد وتاريخ نادي دمياط ان شاء الله. والله احنا يعني هناخد اجازه يومين عشان الماتش تاجل شويه، وهنيجي نشتغل ان شاء الله على الماتش اللي جاي. واحنا بناخد كل ماتش بماتش زي اكنه كاس كده، فبناخد كل ماتش بماتش، وربنا يكرمنا فيه ان شاء الله. نستعد كويس جدا، وربنا يكرمنا فيه بال3 بونت عشان نعزز موقفنا ان شاء الله بالماتش باذن الله. انتهاء مباراه دمياط وبور فؤاد بفوز دمياط على بور فؤاد 1-0 ليزيد رصيده الى 41 نقطه ويزال في صداره المركز الاول. كان معكم من استاد راس البر عزيزه سلامه، برنامج اصل الكوره. بنشكر الزميلة عزيزة سلامة من دمياط، وبنشكر كل أهالي دمياط. كابتن طه، مزين ولا الكاس؟ والله النهاردة المباراة بتاعت دمياط مع بورفؤاد طبعا زي ما حضرتك قلت، يعني معلومة حلوة قوي، ما إنك ما شاء الله بتقعد تذاكر الحاجات. أنا مش جاي منين، أعرق نادي ومن الأندية اللي انشأت في مصر من قديم الأزل 1902. ما شاء الله معلومة حلوة يعني. فدمياط النهارده مع كاس، يعني ماتش فرق معاه جامد وتربى. طبعا المزين ماشي بشكل حلو، وما اعتقدش ان هم يعني هيسيبوا بعض كده ايمن واحمد. الاثنين كل واحد فيهم لعب 17 مباراه، فهم اصلا كمان طلعوا الباي، فواضح ان فعلا زي ما قال الكابتن رمضان يعني المسابقه دي واحد فيهم بس اللي هيحسمها يعني ان شاء الله. القناه بيقصوا على الرباط ب3 اهداف مقابل هدفين، وكانت المباراة يعني مثيرة للجدل، فيها هدفين من ركلتي جزاء ومثيرة للجدل تحكيميا للحكم أحمد النعناعي. تعال نشوف كيف فاز القناة بال3، ونرجع لكم مرة تانية. فريق كبير زي ما قلت لحضراتكم، مؤسسات رياضية، نتمنى طبعا التوفيق لأندية القناة المجموعة الرابعة، مجموعة الشرقية، وطبعا بتضم أندية بورسعيد وأندية السويس وإسماعيلية. وادي سلام كده على طول تاني، وبداية من اللقاء، وخطأ وهدف كده على طول، وتوقيت واحد لكابتن هشام زكريا. نزل اللاعب سعيد صار زي ما حرك، وادي الرأسية وهدف التعادل. حلوة طلع فوق هنا اللاعب مين؟ مصطفى حجاج اعتقد، هو مصطفى حطها. حلوة. وادي محمد عادل، محمد وفي نفس الزاوية يا ولد يا محمد، حطها. حلوة وهدف حلو. يا سلام على الكورة وهي في الشبكة رايحة وجاية. أنور وحطها. هدف الثالث لنادي القناة من ركلة جزاء. كان رايح معاه والله أحمد محسن، ولكن على طول على شمال أحمد محسن حارس المرمى، وهدف الثالث لنادي القناة. سلام كورتو اسماعيل حطها. حلوة السلام على طول بانطلاقة، على طول تاني سلام. هو الجون بقى. حلوة يا ولد العيب. حلوة هاني جبر حطها. حلوة. مباراة قوية جدا ما بين أشقاء، ودائما المباراة اللي ما بين أشقاء بتبقى حفلة بالندية، بتبقى حفلة بالقوة وبالإثارة. يعني فريق الرباط أدى مباراة جيدة، والقناة يستاهل الفوز النهاردة. احنا بنقول لهم هارد لك، وبنقول للقناة يعني برضو جود لك، وبرضو أنا مصر إن الكورة الرياضة إن احنا نعمل اللي علينا للدقيقة 90 في الماتش رقم 20. احنا لآخر لحظة يعني عندنا أمل، وبنلعب لآخر دقيقة في آخر ماتش. طبعا دي كورة، ممكن كل حاجة فيها وردة، فاحنا مش هنفقد الأمل، وهنلعب في كل ماتش بال3 بونت، وهنبقى حريصين ان احنا في كل ماتش ناخد 3 بونت. والله يعني احنا عملنا ماتش كويس الحمد لله، ربنا وفقنا. اولا انت ما تقدرش بقى ما بعدش، احنا بنلعب لغايه اخر نفس. لو لسه فاضل كم ماتش، لو ربنا اكرمنا وكل حاجه باذنه هو بقى، يعني احنا بنعمل اللي علينا والباقي عليه.
على ربنا يعني. الحمد لله ان احنا كسبنا النهارده يعني، حركتنا شويه في الجدول يعني، وصلنا 31 بونت، وربنا يكرم ان شاء الله. فاضل لنا 3 ماتشات صعبين مع دمياط والشهداء، والماتش الثالث اعتقد المريخ. 3 ماتشات في بورسعيد، المريخ في بورسعيد، ودمياط على ملعبنا، والشهداء على ملعبنا ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. زي ما انت شايف احنا في اول دقيقه كانت مباراه نزيمه، مباراه نكسب من اول دقيقه، خطا بين حارس المرمى وسيد باك كلفنا جون في اول الماتش، ربك حساباتنا شويه. طلعنا الشوط الاولاني 1-0، نزلنا الحمد لله رب العالمين، الناس لعبه نزل بتغيرات تغيرات الكابتن الحمد لله، قدرنا نزل تغييرين الحمد لله، قدرنا ان الحمد لله ربنا يكرمنا وجبنا 3 اجوان في اخر الماتش الحمد لله. مباراه مصيريه لينا بالنسبه لنا، وكنا كسبانين، وضربه الجزاء دي غيرت سير المباراه تماما، وراح ضربه جزاء ثانيه يعني مش عارف صانع ما اعرفش، انتوا هتشوفوها احسن. لكن ضربتين جزاء في ماتش مصير زي ده، فيهم واحده انا شايف انها مش ضربه جزاء، لازم انزل اعترض. فرقه بتنزل، ما كنا محتاجين بونت النهارده على الاقل عشان يعني نبقى ادينا امل ووضع في ان نقعد في الدوري. والله احنا كنا ماشيين كويس، احنا طالعين الشوط الاولاني كسبانين 1-0 ومضيعين كره واثنين وثلاثه، نزلنا الشوط الثاني اول ما نزلنا دخل فينا جون كده الكره فاول يعني، الكره على 18 الراجل طالع يلعب الكره بدماغه، قام السير دباك داخل فيه حاططها في دماغه ما لهاش علاقه بالكره خالص، وقام الحكم حاسبها جون. بعد كده جه اتحسب علينا ضربتين جزاء. عاوز اشوف بس الكابتن بقى يشوفهم برضك اذا كان بلينين ولا ما فهمش حاجه، انا عاوز بس الكابتن بقى يشوفهم بس ويتاكد عليهم. من استاد هيئه قناه الاسماعيليه، نصر ابو طالب وعبد الرؤوف ابراهيم. شكرا زميلين نصر ابو طالب وعبد الرؤوف ابراهيم على هذا التقرير المتميز. وبنقول لك بمناسبه نتائج الجزاء، كابتن رمضان بيقول لي اللهم هم راحوا فين، اتعاملوا ازاي، مش كده كابتن؟ كنا بنسال اتعاملوا ازاي بس انا رديت عليه في الفصل، قلت له امال الكابتن نصر عباس هيقول ايه، انا احنا شايلينها له على جنب كده نحللهم بقى. وحتى هنرد على الكابتن هاني جوده ازاي جم ركلتي الجزاء، وكابتن نصر عباس هو الحكم والفيصل المريخ، وكيف تعادل مع بوسوير، وفي مباراة دراماتيكية أيضا فيها جدل تحكيمي وانتهى بالتعادل بدون أهداف. أشرف يوسف كان هناك وجاب لنا التقرير التالي. الحمد لله هي نقطة، خدنا نقطة هي غالية، نقطة كنا نتمنى ان احنا ناخد 3 نقط بس. طبعا النهاردة الحكم، انا نفسي حضرتك لجنة الحكام تشوف الشريط بتاع المباراة دي وتشوف الحكم انا مش عايز اقول ان هو يعني سيء، ولكن انا بسيب الكلام ده والتعليق كله لجنة الحكام. بس بصراحة النهاردة الحكم بوظ الماتش خالص، واحنا كنا بنتمنى من ربنا ان احنا نكسب النهارده عشان طبعا نهرب عن الهبوط، وخدنا نقطه غاليه الحمد لله نشكر ربنا. الشوط الاولاني احنا كان في استحواذ وكان في سيطره ولحت لنا اكتر من فرصه، كنا ممكن نسجل ونخطف المباراه من خلال احداث الشوط الاولاني، ولكن في خلال بين الشوطين احنا اتكلمنا مع اللعيبه ان احنا هنكمل بنفس الطريقه وبنفس التكتيك اللي احنا بنشتغل بيه، ولكن هو يمكن برضو اللعيبه حرصها على البونت في ظل المنافسه الرهيبه اللي موجوده بالنسبه للمنافسه في القاع، قدر ان هو يحافظ على البونت بتاعه على اساس ان هو برضه ما يفقدش كل حاجه. مش هي دي مستوى ابو سوير، احنا يمكن السنه اللي فاتت كنا بننافس، السنه دي في اول السنه كده يمكن حصل لنا كذا دروب. الحمد لله من بدايه الدور الثاني ماشيين كويس، جبنا 10 بونت من احسن الناس اللي ماشيه كدور ثاني، ماشيين كويس قوي. يمكن النهارده فريق المريخ فريق محترم، فريق معاه جهاز فني محترم، يمكن الماتش اللي فات خسروا من منتخب السويس بره، احنا النهارده مركزين جايين ما عندناش هدف الا يمكن احنا بنلعب الثلاث ماتشات ده نظام كؤوس زي ما حضرتك عارف. املنا في ربنا كان كبير ان احنا نطلع بالثلاثه بونت، كانوا يبعدونا عن المكان اللي احنا فيه في النتائج الثانيه كلها يعني، كل الفرق
الفرق اللي تحتنا هزايم، بس بنقول الحمد لله النقطه الحمد لله احسن مما فيش. بنلعب فرقه كبيره زي فرقه المريخ برضو، هم مع ظل الظروف اللي هم فيها كان بيأملوا ان هم يكسبوا، بس احنا كنا ند جامد ليهم. الهدف من المباراه كنا محتاجين 3 بونت، وبنلعب من البدايه على 3 بونت بالشكل اللي كان يتناسب مع هدفنا من المباراه. انا شايف ان اللعيبه بدات بتراخي في الشوط الاول، وجزء اللي هو ده الجزء الفني بالنسبه للمباراه، لكن الشك اللي كان مهم واثر على نفسيات اللعيبه وخرج اللعيبه دايما اللعيبه وصلهم لمرحله التنشن والعصبيه حكم المباراه. من ملعب المريخ البورسعيدي اشرف يوسف، اصل الكوره. يمكن طبعا الاول بشكر زميل اشرف يوسف على هذا التقرير. كابتن رمضان، بنظره سريعه على نتائج هذه المجموعه وترتيب المجموعه ما بين الصعود والهبوط. يعني طبعا بنتكلم زي ما قلنا الحقيقه استاذ محمد ان دمياط والشرقيه هم اقرب طبعا، الفرقه فيهم تحجز تذكره الترقي ان شاء الله باذن عندنا الله. عندنا ترتيب 41 وبعد كده في طبعا منتخب السويس 37، القناه 31، في المريخ 25، في الزرقاء 20، في بور فؤاد 19، وفي ابو سوير 16، وفي الشهداء 14، والرباط والانوار 11، وغزل بورسعيد 8. اعتقد ان برضه نفس الحكايه المباريات هتحسم الحقيقه في المباراه الاخيره ما بين دمياط وما بين الشرقيه. طبعا منتخب السويس اعتقد ان هو لعب زياده مباراه، اعتقد الامور طبعا بعدت عنه في المنافسه على تذكره الترقي. خلال الثلاث اسابيع القادمه كابتن طه، هل ممكن يحصل معجزات؟ ممكن يحصل كراسي موسيقيه؟ مع الاسف ممكن منتخب السويس يدخل، لكن هو لعب مباراه زياده. فما اعتقدش حتى لو خد فرصته اللي باقي 9 بونت، حتى لو خد فرصته الشرقيه ودمياط مش هيريحوا. يعني هو للاسف لعب مباراه زياده فصعب يدخل في الصوره، هم دمياط والشرقيه. طيب دمياط والشرقيه، دمياط فاضل له القناه والرباط والمريخ، الشرقيه فاضل له غزل بورسعيد ومنتخب السويس وابو سوير. منتخب السويس فاضل له باي الاسبوع الجاي، وثم الشرقيه والزرقاء. المواجهات المباشره ما بين دمياط والشرقيه متساويين تماما، ده كسب ده 1-0 وده كسب ده 1-0، اذا بيدي لا بيدي انديه اخرى. يعني بالزبط. انا لازم اكسب كابتن رمضان، ما بصش لغيري. بالظبط كده. انت اللي تحسم. اكيد. ننتقل للمجموعه الخامسه.